حاليا تجري محاكمة من أجل إسقاط الحصانة عن ناصر حمد الخليفة، وإذا جرى إسقاط الحصانة عنه فراح يكون في محاكمة ضده على أساس التهم التعذيب اللي موجهة إليه. طبعا احنا ما راح نوقف هني، المشوار طويل وعندنا عدة أسامي اللي راح نلاحقها دوليا، ناصر بن حمد بس أول واحد فيهم، وإن شاء الله اللستة اللي طلعناها في نوفمبر العام الماضي من المركز البحريني لحقوق الإنسان راح نبدأ نلاحقهم واحد واحد دوليا في المحاكمات الدولية، وهاي بس البداية. طبعا باكر الساعة 9:30 مساء بتوقيت البحرين راح يكون في حملة على تويتر من أجل إعادة نشر جميع بطاقات المطلوبين للعدالة في البحرين، فنتمنى من الجميع المشاركة في الحملة. شكرا.